وخلونا نستكمل هذا الحوار. نستقبل سيادة النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. سيادة النائب، أهلا بيك يا فندم. أهلا معالي الدكتور، زي دكتور محمد. أهلا بيك. يعني عامل إيه؟ إحنا فتحنا هذا الحوار سيادة النائب لوضع النقط فوق الحروف. من أخطأ يقال له أخطأت. المجتمع يتحدث عن رد فعله وعن غضبه من على نفس الشاشة ومن نفس البرنامج. اتفضل يا فندم. دكتور محمد، احنا اعتدنا انه الاعلام المصري المحترم لما يبقى في رسالة عنده عايز يوصلها للناس، المفروض انه بينتقي العبارات اللي من خلالها بيوصل الرسالة. صحيح. الاخ المحترم الاعلامي اللي المفترض فيه انه راجل قديم وراجل خبرة، تامر، لما بيتكلم بطريقة انه الصعايدة واهل الريف الفلاحين بيصدروا ابنائهم وبناتهم وبيخلفوا خصيصا عشان خاطر ينتفعوا ويسترزقوا من وراء اولادهم، اعتقد انه دي كانت اهانة. وكلمة حضرتك مع احترامي الشديد ليك انه دي خطأ. لما يخطأ واحد بعد الخبرة دي كلها، من الناس الجديدة اللي لسه طالعة النهاردة وامبارح في الاعلام، يبقى دورهم ايه يعني؟ أنا ما ظنيش إنه ده خطأ، إنما هي غطرسة وعدم انتقاء للألفاظ من الأخ تامر وعدم وعي بالمرحلة اللي إحنا فيها وما قدرش يفهم رسالة السيد الرئيس رئيسنا المحترم اللي هو بيتكلم عن وطن محتاج في المرحلة اللي إحنا فيها إن إحنا نبقى ناس بندرس خطواتنا ونشوف إيه المطلوب مننا. أنا معاك إن إحنا مطلوب مننا نحدد الناس، مطلوب مننا إن إحنا نعلم بناتنا وأولادنا. صحيح. احنا بالشكل الهمج اللي اتكلم فيه تامر امين واغضب ملايين البشر، ما اعتقدش انه ده خطا، ولازم يبقى في موقف ضده، موقف مع البرنامج بتاعه عشان يحسنوا اختيارهم للناس اللي يخاطب الناس. احنا يا سياده النائب، احنا في مرحله حرجه يا سياده النائب. يعني احنا فتحنا هذا الحوار جدا. زي ما بيقولوا ليه وضع النقاط فوق الحروف، يعني بمعنى ايه؟ انه هذا خطا حدث اقرت به قناه النهار واخذت اجراءات تحقيق داخلي، واحنا نشرنا واذعنا بيانات المجلس الاعلى للاعلام ونقابه الاعلاميين ومعترفين بذلك ومنتظرين هذه الاجراءات. يعني احنا مقرين بده مع حضرتك تماما. احنا هذا الحوار زي ما بيقولوا كده ايه، لانه في خطا فبنتكلم عنه وبنتناقش وبناخد وبندي بحيث نعمل تصويب للمسار، لان دي مسؤوليتنا كلنا سواء في الاعلام او في البرلمان او حتى كل اهالينا، هذه مسؤوليتنا جميعا في هذه المرحله الحرجه اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان احنا بنصوب مسارنا. تمام. ولما بيبقى في خطا وبنعترف بيه وبنقول يا جماعه لا احنا محتاجين نعيد النظر مره اخرى، فهنا هدف هذا الحوار. اتفضل يا فندم. سياده النائب، انا معاك ان احنا يعني مش هنوقف عند الخطا ده، وانه وارد جدا انه يحصل انه حد يبقى غير مدرك لكلامه وهو بيتكلم. وانا بقول لاخواننا الصعايده، ناسنا واهلنا وابناء الريف على مستوى الجمهوريه، ان انتوا اكبر من انه فرض يعني هو اللي هيوجه ليكم اهانه، وانه مجرد خطا من حد غير عارف بخطوره الكلمه انها طلعت غصب عنه. لكن احنا برضو مش هنخالف سياسه الدوله ومنهجها، ان احنا فعلا محتاجين نقف على ان احنا عندنا مسؤوليه عشان السيد الرئيس في برنامج اللي هو شغال عليه وعشان المنهج اللي احنا شغالين عليه، ان احنا محتاجين نقف عند مسؤوليه الاسره في تحديد نسل وفي تنظيم اسره، وان احنا مش هنقف عند غلطه تامر امين. ده فرد من 110 مليون فرد في مصر، وان اعلامنا المحترم بيه من القنوات الشرعيه والقنوات المحترمه والاعلاميين اللي زي حضرتك يا معالي الدكتور، الناس المحترمه اللي بتعرف تخاطب الناس، وهنعدي برضه مش هنقف عند دي يعني. لكن احنا ثقتنا في ان الجهات المعنيه هتاخد اجراءاتها وهتحقق مع تامر وهتبين غلطه. وانا من هنا بوجه اعتذار لشعبنا المحترم بمستوى الدوله في الريف، سواء الريف بتاع وجه بحري او الريف الصعيدي، وبقول لهم ما توقفوش عند غلطه وخطا زي ده من حد انا اعتقد ان دوره في الاعلام قد انتهى بالموقف الاخير ده. يعني أنا بشكرك، ويعني معاك في إن كلنا بنتجاوز مثل هذه الأخطاء، لأنه البلد وراها مشروعات ومهام كتيرة جدا. سيادة النائب بشكرك جدا. سيادة النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.